Hello, non-believer here, don't have a religion, never followed a religion at all. My parents used to take me to church when I was younger, but too young to even remember any of it. I don't know, for some reason I'm doing a lot of research on Islam for a couple of weeks now, and Christianity as well, but more interested in Islam. I don't know, we're gonna listen to some recitation of the Quran, so let's give it a go. Allahu Alhamdulillahi Rabbil Alameen الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا I said amen as well. Maybe that is the original. Fuck knows. I hope this don't disrespect anyone that I'm non-believers listening to this. Which obviously is holy. تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن Literally got goosebumps as fuck. Crazy. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين I swear every time they start singing or reciting I get like a fucking full body fuzz all over. I swear to God I still got permanent goosebumps, man. Fucking crazy. بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بمنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الرزق وما أريد أن يطعمون
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. I feel sad and happy at the same time. That's weird. I feel happy to have like listened to that, but sad that I just don't understand it correctly. Damn. That's crazy, man. I had goosebumps for like 90% of that. Crazy. Every time he started a new verse or whatever, I'd get like a full body shiver. Crazy, man. That's actually fucking insane. Crazy. Even like my eyes were like welling up a little bit. I enjoyed that. You got any more videos like that to watch? Like, subscribe as well. Send me some comments. And yeah, see you guys in the next one.